اولا نرحب بكم في هذا الصرح الاعلامي، هذا الصرح الرياضي ملعب براقي، ولا تفوتني الفرصة لنهني الإعلاميين في اليوم العالمي نتاعهم، يعني تستحقون كل التهنئة على العمل اللي تقوموا به، العمل الوطني أو العمل المهني، وخاصة في هذه الأيام وإحنا مقبلين إن شاء الله على تنظيم القمة العربية. يعني نرجع شوية للأشهر الماضية، وإن كان قرار السيد رئيس الجمهورية أنه يوجه ملف القرار الصائب والحكيم للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه يوجه الملف تسيير إنجاز الملاعب إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، وما كانتش تكون هاد الإنجازات لا في وهران لا في براقي لولا القرار الصائب للسيد رئيس الجمهورية. هذا يبين اهتمام السيد الرئيس بالرياضة، اهتمام أن نقدم الجزائر كبلد يحتضن يعني أكبر المهرجانات الرياضية كما شفنا في وهران، واللي كانت يعني كانت ناجحة بشهادة الجميع. كان التحدي صعب، ما كانتش أمور سهلة، معادلة صعبة يعني باش قمنا بتفكيك هذا كل الأمور اللي كانت تعيق إنجاز الملاعب. مشينا في الامور التقنيه والامور الاداريه باش نفتح يعني نقوم بحل كل هاد المشاكل وننطلق في الانجاز. موجودين الان في ملعب براقي. انا كنت احجبت قليلا الصحافه على الملعب، يعني لانه كنا نعمل بطريقه يعني طريقه كانت يعني فيه ضغوطات كبيره. الحمد لله الآن خلينا فتحنا الأبواب للصحافة، لأنه اليوم كان أول يوم اللي قمنا بتشغيل النظام الذكي للملعب، يعني آخر مرحلة من تسليم قبل تسليم المشروع، سي لا دانيير ايتاب كي اللي بقات لنا بور بوفوار يعني ريسبسيوني هاد الصرح الرياضي. حبينا نقتسم معكم هاد الفرحة. ملعب 40,000 متفرج، أكثر من 250,000 يعني بلوس دو 250,000 بلاس دو باركينغ، تقريبا موجودة فيه يعني آخر تكنولوجيات تسيير المنشآت الذكية بنظام ذكي لو جي بي تي، فيه قاعة سال دو كونفيرونس 250 مقعد، ريستورون بانوراميك، يعني صرح رياضي مكتمل فيه كل المواصفات، يعني منجز باللي دارنيير نورم فيفا، يعني باش نولي للملاعب الاخرى. يعني بعد ما انتهينا من ملعب وهران اللي كانت يعني الوجهه الاولى واللي كانت يعني التحدي الاول، انتهينا الان تقريبا من ملعب الراقي. فيما يخص ملعب تيزي وزو 50,000 مقعد، مشينا يعني تاني نعمل بطريقه طروافويت، انتهينا الان من التهيئة الخارجية تاع الملعب اللي يعني أنجز في 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 زمن أقل من زمن التعاقدي. فيما يخص إنجاز الملعب في حد ذاته، يعني الملعب ك ك كومان أوفراج، نذكر أنه مؤسسة الإنجاز عندها عقد تعاقدي ب 12 سنة ب 12 شهر، ولكن احنا نشوف الآن أنه إن شاء الله في الأشهر القليلة القادمة راح ننتهي من ملعب تيزي وزو، بعد قيام المؤسسه بوضع الكراسي ووضع العشب. احنا تقريبا الان في ملعب تيزي وزو 1000 عامل يخدموا بنظام طروافويت باش ننتهي في الملعب في 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 اقرب وقت. واحنا ما عارفين المنطقه يعني اللي عندها شغف في كره القدم. راح يتبقى لنا ملعب دويره اللي الاشغال فيه ماشيه ثاني بطريقه جيدة، تقريبا احنا في 80% من نسبة الإنجاز. ننتهي قريبا من لي في ار دي،
السقف تاع الدويره انتهينا منه، وماشيين ان شاء الله في الايام القادمه راح نقوم بوضع الكراسي ونقوم بوضع الاعشاب. راح تبقى لنا كل الاجزاء يعني التقنيه داخل المشروع ان شاء الله، راح نضع الامكانيات اللازمه باش ننتهي منه في 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 اسرع وقت، ويعني نكون يعني عند حسن ظن يعني الشعب الرياضي. يعني كل هذه الانجازات كانت بتحدي من شباب مهندسين، شباب اطارات، شباب مكاتب دراسات جزائريه ومؤسسات جزائريه، لانه كان هذه واحده من التوصيات تاع السيد رئيس الجمهوريه انه ندمج الشباب في انجاز هذه المشاريع يعني كومبلكس سو جور دوفراج كومبلكس، باش يكون لو ترانسفير تكنولوجيك، باش نمشي في 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 التعاون تاع السيد رئيس الجمهوريه انه نقوم ببناء في سنه 23 ننطلق في بناء 4 ملاعب جديدة، واحد في قسنطينة، واحد في عنابة، واحد في ورقلة، واحد في بشار. كان هذا يعني تحدث عليه السيد رئيس الجمهورية في اللقاء مع الصحافة. الآن عندنا يعني لي كومبيتونس، عندنا الشباب، عندنا المهندسين اللي متمكنين باش نقوم بإنجاز مثل هاد الملاعب، يعني الملاعب عالمية ونورم ديرني نورم فيفا. في الأخير نقول إنه الناس اللي حابين يلفل يعني بريدير نطر حد يتكهنوا على المستقبل نتاعنا، نقول لهم لاحظوا إنجازات الجزائر الجديدة. وشكرا، بارك الله فيكم، وتحية الجزائر، والمجد للخلود لشهدائنا الأبرار. شكرا.